هادو البور لابسين الشلال ديالنا عجبوهم اقل الشلال ديالنا شوف. الى غادي نفطر عند منى اكس ندي معايا ماما ما كيتحملوش يا صاحبي غتنض عدم الثقه في النفس هي اللي كتخلي بنادم يضحك بحال هاد الضحكه هادي. مع الرابعه غادي يدوز يلا غنهضر معاه سمعات لايف مباشره سمعات اي 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 تليفون ايفون 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 تبرسنا عليه قلنا شنو وقع شو وقع ليه الله يكون بخير وعلى خير. الناس مستمعين دوك عيطوا كيسقسوا فيه كيسولوا عليه طلبت من المستمعين قلت لهم غير ما تبقاوش عيطوا بزاف الناس كيعيطوا بزاف ما تعيطوش بزاف على ما نطمئنوا على السيد اللي عيط لينا شنو وقع ليه عاود عيط عاوتاني داز معايا مباشره لايف قلت لي شنو وقع لي قال لي راني كنت كنهضر معاك يلاه غنهضر معاك قاس الطوموبيل خطف لي التليفون خطف لي الايفون ومشى به الايفون يلاه شريتو مازال ما كملتوش الثمن ديالو درت الواجب سولته قلت ليه واش نتايا ديكلاريتي عند البوليس قال لي راه مشيت عند البوليس قال لي راه ديك البلاصه اللي تكريتيتي فيها راه ما فيهاش الكاميرا تترجع من بعد قلت لي خاص ترجع تكمل ديكلاراسيون ديالك من بعد. السيد بقى فيا بقى فينا كاملين بقى في المستمعين ما كملتش التليفون في الخاص ديالو قال لي التليفون عزيز عليا الله خديته بالشهوه ومازال ما كملتوش خلاص داكشي كامل قلنا غنديرو غنعطيو تيفون ربحو تليفون قلت له ربحتي تليفون اجي خذو لغد ليه تليفون حنا في الراديو ما عندناش تليفون شريناه لغد ليه هادشي وقع الخميس جا خداوه الجمعه جا السيد جلس معايا راكم تكون شفتو فيديو جلس معايا جلس حدايا حلي التليفون قلت له التليفون ديالك عاود قصه عاوتاني مشى في حالاتو بالخدمه المتقونه ديال البوليس بان على انه هادشي كان مونتاج جوج ديال الناس اللي داروا المساله هادي الاول اللي عيط راسو تفر لي التليفون والثاني جا خدا التليفون على مو طلقوه على هو خرج من الحبس ياك ضربوه باربع شهور ديال الحبس كيفاش شفتوش ولا شنو بصين ولا والله خلاص والله ما بص على بنات تاني والله ما بص على بنات تاني لا وحياة ما يوم ما بص على بنات تاني خلاص اصلا مش بعد ما شفت بصيت على بنات وليت بتحسي المقطع جوايا يعني انا مفتكر انت بتعيط عشان خاطر انا ببص على بنات اتاري بتعيط عشان خاطر قدام حسن صعبان عليا ان مراته مش عايزه ترجع له كده وليتي لمراته والله يا نهار اسود والله الواحد ما يديها الامان تاني بجد خلاص خليكي بقى عجلتي كده ايه دابا هي كتبان لي بغات تبان كيوت بسيف بزاف بغات تبان كيوت انا فرحانه بزاف اليوم جيت تفرجت في العرض ديال عبد الله جيدان سميها اقريو ونورس قال ياك من فاش خرجنا مشينا لكوليس باش نتصوروا معاهم جاني العطش المهم كاين واحد السكيريتي تما قال لي خويا عافاك راه جاني العطش بزاف المهم حل لي التواليت قال لي جا شرب هنا ويقول لي شويه كان الباب فين كان كيلبس عبد الله جيدان كان محلول قال لي تسني كانت واحد القرعه محطوطه فوق الكوافوزه ما شنو كيسميوه ياك هو يدخل بحال هكا ويجيب قرعه وكان مشرب منها شويه ويقول شوفي خدي هادي راه شرب فيها عبد الله جيدان عرفتي ما تخيلوش انا شحال كان حماق على عبد الله جيدان شدي مني تانس الحين انت شحال تشرب من القرعه وشربت من ورا بطير بالفرحه بحال شربت من ورا امنا عائشه ولا من ورا الرسول عليه الصلاه والسلام شتخبق دابا هادي وفرحت بزاف حيت شربت من القرعه ديالو وهاد القرعه هاد القرعه عمرني ما غنلحم وكان حماق عليها وتحيه لصاحبتي اللي داتني تما حدا هي اللي كانت بغا الطواليت شكرا بزاف وزين حماق عليكم وشكرا كنبغي عبد الله جيدان وهاد القرعه فرحت حيت شربت منها حسيت واحد الاحساس واش غادي نقول لك اختي الله يعطيك غير العز ما تلك كتبه لي راكي غارقه فيه بزاف نعم انها المخدرات شكون معايا عمر نهار العيد اش كيدير او من الصح هو بحال هكا طالع ما فهمتش ضربه بمقله ولا ما الناس واش غير برمضان ولا ما نعرف عمر عمر راني غنحط اتاي الناس
هذا منهم مسرطين السيرة ديال الناس ولا منهم؟ الله يسمح لنا بالوالدين. انا اول ما بلشت اطبخ كنت اخذ الدجاج. اوكي. بعدين انا اول ما بلشت اطبخ كنت اخذ الدجاج. اوكي. بعدين صار عندي شيء اسمه سالمونيلا. اوكي. رحت عند الدكتور قلت له بالفحصات عندي سالمونيلا بكتيريا هاي بتيجي من الدجاج. اوكي. قال لي الدكتور انت بتغسلي الدجاج؟ قلت له ايه. قال لي ما بعرف اغسل الدجاج. قلت له ليه؟ قال لي الدجاج لما تغسليه المطبخ بصير بيطلش كله سالمونيلا مع الغسيل. اوه اوكي؟ وهو الدجاج اوريدي لما تحطيه على النار بتقتلها بتمسحها للسالمونيلا. طب وكيف تروح على الزرع خلي في ال ما لما بتحطيه على النار كله بيروح بتحطي المطيبات تبعونا. ايش تغسليها بايش طيب قولي لي؟ انا يا بعملها يا بسلق الدجاج بحطه مثل ما هو بقلب الطنجره كلها مي مغليه مع نص بصله ومع القرفه وهيدا طيب هاي او دغري على زيت الزيتون بشوحها بس بحط عليها مثلا فلفل اسود ملح بهار الثوم بهار نظركم زعما هذه كتدخل الكوزينه وكتغسل الدجاج وكتدير كل شيء انا بحال انه قبل كيدخل الكوزينه هذا Shit, bro. Oh, nah, bro. What the fuck? Oh, you wanna hug? Oh, shit, bro. Hell nah, bro. What the fuck? Oh, you wanna hug? Oh, you wanna hug? What's up? How you doing? I'm good. You like the car? What you mean it's cool? Come over here and see the car. Sniff it out. Come on. Come on, honey. Come on, come back. انا كتب لي واقيلا شمات فيه ريحه العنصريه بزاف اخويا والله ما كنتش غندير معكم هذا الفيديو انا تحقرت بزاف وعيت الراجل كندوى معاك يبدا يتريني فيا هاك انا دار معاك يبدا يتهيني فيا دابا جيت انا دار معاك كنت في الحمام كنت في الحمام وكانوا معاه الدريات في اللايف خواتاتي وانا كنصوني لي خاصو يجاوبني حتى انا مرتو كي كيقول هو وكي كنقول انا وكي كنقولو بزاف كنخرج من الحمام دابا خصني نلقى راجلي كيتسناني راجلي داير لايف كاع ما مسوق كنصوني ليه والله ما قدر يجاوبني يسبقني انا الاولى سبقني بحدا انا الاولى يقول لي انا جاي ولا انا ما جايش ما نعرف شنو كاين سيد مني جا عندك نقول لك تجاوبني وبديت تريني فيا قدام الدراري هنا في القيصريه والله لا والله ما فهمتش بزاف انا من الفيديو هذا وحق الله في الجينيراسيون ديالي انا باقي تنقل في ما كان تيبان وائل الكافوري البنات كلهم تيحمقوا على وائل الكافوري اللبنانيين كانوا الطوب ديك الساعه شويه وما شويه دابا علاش كيغلط الصوت ديالو تخيل هذا علاش زعما ما فهمتش الاتراك اللي عنده شي الحياه واللي بوكوس في الاتراك المهم بيبان بحال الكارتوز هذا ولا كلشي دار الاتراك لا من الاتراك جا سعد المجرد ما نقول لكمش الفضيحه اللي داروا البنات على سعد المجرد راه داك الشيء لا يوصف سالينا من سعد المجرد بانوا الكويريا تولاو عارفين شكون اللي تيلعب قدام وشكون اللي كان تيلعب اللور حنا بعدا تخلعنا ولاو البنات تيتفرجوا في الماتشات اكثر من حنا الرجال دابا وقت كالكاتورز حنا قررنا بلا كلنا غادي نبداو نهضرو بحال الكاتورز حيت دابا كلشي تيعجبو الكاتورز وتحياتي لكاع العيالات اللي عندهم رجالاتهم وعاجبينهم كما هما دايرين وجبوها مباركة والله يدخل عليكم هاد النهار بالصحة والسلامة وطولة العمر يلا تهلاو تهلاو قبل ما تعصب وانت مالك انت هيك مجوج وعندك المعارف وكلشي يعجبهم الكاطوز لا يعجبهم الكان انت مالك عندك مرتك عندك وليداتك اش باقي بغيتي مازال اش تقلب ماما الله يرحمها مات ليا بنت جيا خا
خرجتها الروح هي بين يدي هنايا بقي كنعقل وكتوصلني على خويا وعلى اختي الصغيره كتقول لي ايا ريان ايا ريان امانه عندك. انا دابا خويا الصغير بعد المرات كيغلط وكيعيط لي ماما وما يقدرش ينعس الا ما نعسش حدايا، ولا كنت مسافره ولا بحكم الخدمه ولا هذا كنبقى مع ديما اش 24 في ابل فيديو. دونك انا هذاك ولدي كنقول لهم ديما كنقول لهم انا عشت الاحساس ديال الامومه قبل ما نولد باش نتزوج ولا هذا. انا الشرط الوحيد اللي نشرته على راجلي هو ولدي اللي هو خويا يمشي معايا، راه ما نقدرش نعيش بلا به. انا الوالده ديالي فاش مات كان عقلي غادي يحمق، كنت فريمون غادي نحمق. داس عليا فتره صعيبه بزاف وكنت انا هي الكبيره في الدار، دونك انا اللي خاصني نكون واقفه وانا ما قدرش نكون قويه. ولدابا لدرجه انني فاش كنشوف شي بنت غاديه في الطريق يومها ومشادين قاطعين الشانطي ديتاي اللي صغار بزاف كنتاثر. الله يرحمها والله يرحم جميع اموات المسلمين يا ربي.